يوم الاحد. لا الاثنين. يوم الاحد اثنين. خلوكم. هيه وقفوا جنبه يمين يسار اثنين. جنبه يسار. في جاكم بيان الرئيس بكلمه ناريه في بيان وكلمه للتاريخ تسمع من القصر رئيس القريه. تحياتي واشواقي لك. والله يا جماعه الخير يرضيكم اليسار بكل مصداقيه. كم مره قلنا يا جماعه الخير ينزل حاجته ياخذه؟ ولا مره. اصدق لله والذي نفسي بيده ما قد سمعتها منك. يمكن انك متنقز هالسور. والله ما قد سمعتها منك. الله لا يبلى لا ما بلاك. حطني شماعه. السور لا انتبه. لا انا والله يا جماعه الخير قسما بالله اني بس اني بسوي طيب ولا اقدر. الرجال هذا سوى حاجه فلانيه يسجلونه عيال من اسهل ما يكون. صح والله من اسهل ما يكون اني اخذه الاعداد شوفها في صمه. يا انا سويت فلوسي كلها. ما تخافون الله. والله اني صادق ما تخافون الله. عبد الله جريغم تنثر حوستك و20 ابو 2000 صحه. لا والله ما بان لي ناس يا اخي. يرضيك هالمساكين؟ شوف هالمساكين. لا والله يرضيك انه يحصل عليها مصر. اصل يرضيك انه يحصل عليها مصر يعني بدل ما نتجمل ابو حصه جمع فلوس من ناضج طال عمرك. احنا اللي احنا اللي خصموا. كم خصموا منك؟ لحظه لا 50 ابو حصه. الحين ابو حصه شوف انا والله العظيم اني ماني زعلان لكن او شو معصب على انا ماني معصب. والله العظيم ابو حصه والله العظيم ولا انا خليت ثيابنا افضل منك. لا لا رجال الا ايش الجمل انت من خليته. انت من خليته ثيابنا افضل منا يا رجال. انت بجمل ولا ما وش الجمل ولا الجمال؟ هاي فايده الجمل. صل على النبي الله يرحمه والديك. انا كل يوم عزبتي معك وجاهك في ذا الموضوع. الحين انا كل يوم عزبتي معك. دقيقه كل يوم في اسبوع قاعد. من يوم دخلت جاء ما هو من يوم دخلت من الاسبوع الماضي يوم عبد القادر موجود. كل ما اخلص اشيل في عزبتي علب بالماء. ما هو صحيح. ما هو صحيح. نعم مو صحيح. ما هو صحيح. لا مو صحيح. متاكد؟ ابدا متاكد. ابدا مو صحيح. يعني والمخ يعني انا اللي متسبب في الخصم. لا انا ما قلت انا متسبب. انا متسبب. السبب جماعي. والله ما ادري. لا اسمع رجال انا حدثتك. انا اقول خلاص ايهاب بالريح حتى طارد فيها. ما انا ما خصصت انت تعال احلم يا لمين. انا عيد الله حصة على كلام الله. انا كلام الله على عيني والله. لك حق عندي. لا 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 ما هو عليك. اسمع طال عمرك هو الكلام هو لك مخصص لحالك. يعني انا ما كلام موجه البارح قاضي فهيدي يا غالي. لا اسمع حدد هجا عبد الله. اسمع تقول عبد الله. منو تقول عبد الله؟ انا اقول لك نظري عبد الله. لا لا شيء ما حدث ما شل. شيء ما حدث ما شل. سم المره ذي كلتوها في الحار. انا طلع الخطا على الجميع. هو قصده على الرئاسه اللي جايه واللي بعد الخطا على الجميع. والله هو والله اسمع اسمع قسما بالله اسمع اسمع قسما بالله العظيم انا ما هذا هو شيء. والله العظيم انا ما همت لكن انا مختار العيال لانهم كلهم بسالم بس عشان اقول كلهم رجعوا. الخطا خطا الجميع. الخطا خطا الجميع وانا ليه ما اخذتوني معكم يا البخيل؟ ما انت موجود. هذا انت توك عودت علينا الحمد لله على السلامه. فواز خذها عبد القادر وهو ما موجود. والله قريب هذه ما تدري اني انا رايح فيها. ما انت بس سالم صح شنبك ده. هم يقولون انك انت جيت وقلت اخصم بيديك ورجليك. نعم كان هذا السعيد. انا اقول هذا مره اخصم بيدك ورجليك لاني ما شليت مقدره لاني ماني بايزر العب ذري. يقصد العزه. خذ يمين ولا اعطي يمين. والله قاطع المال وذري. والله العظيم نذر على خاطر رقبتي ما قاطع المال وذري. نذر على خاطر رقبتي ما بعد شليت لمقدره. لا لا ابغى ياخذ يمين. والله العظيم والله العظيم نذر على خاطر رقبتي ما بعد. لا 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 خلوه على مقدره عبد الله. لا البارح امس انت وغازي فهد وغازي ذياب يوم ترجمه ما تدورها عند غازي فهد. لا 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 ما اخذ. هو عبد الله. عبد الله والرجال ذا خاطب الكلام. الرجال ذا اسمع ابو سعد. اما سعد كم هو الرصيد مني مشي. والله العظيم هي قصه رصيد لكن تركبونها على راسي. لا والله هي ما هي قصه رصيد هي قصه تقدير بس. خلاص انا ما يعني انا الاسبوع هذا خلاص قول الاسبوع الجاي انت الاسبوع الجاي مجري الاسبوع الجاي هذا كلنا نسوي معه هلو. قولوا يا عبد الله من جريغ نعم انت اللي وسخته وما قدرت. يعني طال عمرك لو ما جت الرئاسه أشوى. خلينا نقول واحد لنا وما جت الرئاسه. ابو حصه اذكر الله. اقول وجهي طويل عندكم اثنين. وجهي طويل عندكم اثنين. انا ما قلت ابو حصه. انا فاهم. اول شيء الحين ما هو وقت. وجهي طويل عندك. الماء ما هو مني. ما هو مني. لا والله ما هو مني. الماء كل واحد يشرب ماء. انا بشغال. انا ما همتك. انا والله ما همتك. لكن هي تقدير بس تقدير. انا ما يقدر اخويا وما ينقدر يا جماعه. خليه يوصل فكرته بس. صح ولا لا؟ ابو حصه
انا اولهم اللي حذف شيء يشله يا ريجي، لانه دعم لاخويانا بكره انت في موقفه. نورت يا قطب هذا فاضي شغل هذا بس. مرحبا مرحبا يا اخي، احنا نحاتب لنا قواطي والله اعلم. مرحبا، شغل مايكك، شغل مايكك يا رجل. ايش نورت يا قطب من اقطاب القريه، قال هل لي بيض نياته عليك تقود. مرحبا من الناس اللي اكبر. والله ولا انا اقدر اقاطعه واقدر احكي معه واقدر. لا لا لا، هو هذا لهم قاطع طال عمرك مفجر ام الدنيا. هو الحبيب هذا صح ولا صحيح؟ يا ابو حصه والله العظيم اذا قد كان محكي علي اذا قد كف الرجال عليك عليك طويله. يا بعد راسي موقف طويل، لا يعني لازم فوق عشان. لا لا انا اتكلم عن كفك اللي انت قمت تجرها. انا حاتي على رجال وانت خش. مرحبا يا مرحبا. ليش انا طال عمرك احترمك لانك اكبر من. لا شوف ليش والله العظيم لك مقدار الله اعلم. وانا انا طال عمرك ما انا لو قاطعك، انا لو قاطعك حتى لو قاطعك الدنيا ومقعده. حتى لو لا والله والله ما قومها ولا قعدها ولا مد يدي ولا زر يدي على يدك والله والله. والموضوع بسيط. كمل كمل قصيدتي. لا انا بكمل قصيدتي. اي كمل. في رفيق ما يخالف على العين نقدرك كل ابونا. اسمعني والله اني ما كنت ادري ان الموضوع انه جدي للدرجه. ما هو قصه جدي، هي قصه تقدير. والله اني مقدرك انت تقدير. انت ادري انت وش تقدير. انا والله العظيم ما همت انا الشيء هذا، ما همن على جنب، لكن همن اخويا. اخويا كلهم خصم، كلها بتنحل على لا شيء، كلها تنحل. اول اسبوع طال عمرك عبد القادر سكت وتغاضى وخصم عليه، ولا واحد يدريب ونخصم عليه. كلها تنحل تنحل. طيب الاسبوع الجاي تحملها الرئيس الثاني. كلها تنحل. الاسبوع اللي بعده كلها تنحل. انت عليك من اسبوع انت رحوشتي انا وامشي. انت عليك من اسبوعك اللي عليك. انا علي من اسبوع اللي علي هذا، احنا كليناه علشانك. اسبوعك اللي عليك طال عمرك اسبوعك نقدركم، بس اسبوعك اللي عليك انا مستعد انظف اللي عندي واسوي. انا والله العظيم بس اني بقول اللي عندي بس. اول حاجه ابو راشد، اول شيء ابو راشد فديتك اسلم. اقصد اقصد طال عمرك اول شيء ابو راشد القصيده جعلني داك عشان يرجعون العيال لموضوعهم. اسمع اسلم اسلم. لا انا لازم اول شيء حنا مو باخوان اكثر من اخوان. حنا غدينا هنا في ذا المكان يا ريجي، غدينا كان حل الحمس الواحد لكن ما في تقدير. مثل الكبد، شفت الكبد؟ الكبد قطعه واحده. غدينا قطعه واحده مثل الكبد غصبه على الرجال اللي بيتردى يتعنج غصبه من اخوياه الين يغدي سنابي غصب عنه، سواء كان ردي ولا مو ردي. صدق صادق. بقصد ابو حصه بس انه ما اقصد الجميع. انا ما اقصد لا ابو حصه يقول عشان يعلق على موضوع البلديه بس. تاجر على راسي اكيد. وهو يدري اني انا ما اقصد اكيد. ولو اني ادري ان الموضوع جايب انك صاحب بالدرجه هذه كان جيت في جنبه. صاحي يا ابو راشد كان جيت في جنبه. اي طال عمرك اذا احنا نقدر مثل ما عنز الباقي اخوان. اذا احنا نقدر طال عمرك ونحشم اخويانا المفروض انهم حشمونا مثل ما حشمهم. والله والله صح ولا لا؟ انت اكثر واحد تدري يا الربع بنت فداها. يا جاري طالب طلبه. والله يا جاري خربت. تعال 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 وصلت تعال والله تجي والله تعال تعال. يا مجرم مجرم طال عمرك. لا تقول لي كلمه واحده لين تجي جنبي. انا طال عمرك لا تقول لي كلمه لين تجي جنبي. طالب طلبه اقول لك الكلمه وبيجيك. خلوه يتكلم يا رب. خلوه بحصه يتكلم. والله العظيم انكم كلكم اخوان وعزيزين وغلي. علم الله ما بي اشك لا 300 ولا 1000، لكن اهم من اخويا كلهم خصم. اجيك يا مقرن قول وش الحاجه روح. تعال ليه؟ طيب سجل اسمه الموضوع كذا. سجل اسمه يا ابو انا ما ترد بخوي. سجل اسمه علشان كم خصم. سجل اسمه ما ترد بخوي. تعال الدواك عندي. طيب يا بعد روح ما همتها فلوس. بكره مروح انا اشتري. انا مروح بكره اشتري فلوس. الصدق يا الربع الصدق. حتى الدراما، حتى المسابقات اللي تصير، حتى الاشياء اللي تصير، احنا ناس يا الربع معلي، احنا لازم نواجه اخطائنا. احنا ناس شوي ترى متهاونين. والله جد يا الربع. مثل هالكلام هو بالحين. ما في مشكله قول. لا 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 بعد ما عليه. ابو راشد افهمني جعلني في ذاك. انا بعرف قصيده. عطنا قصيده. اصبر 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 اصبر. ابو حصه لا اله الا الله. لا لا مش شاف قال ابو حصه. وهذا الموضوع من المواضيع اللي حصلت الان. موضوع ابو حصه لازم نتفاعل معه. عبد الله جاي غنبله. لا 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 الحين ما ينطرح. عطنا قصيده جعلني في ذاك وطالب مصروع. رجعي طويل. صل على النبي. عطنا قصيده. اسمع اسمع. انا ابو حصه خلوا ابو حصه يتكلم.
بس بقول كلمة للحبايب. قول يا حبيبي. الغاليين على القلب. أنا والله بغيت تكتب. طال عمرك أحد يلوم أحد أخويانا لو سجل اسمه وحطه يطلع عمره عند إعداد عند الإعداد أحد يلومه. أحد يلوم. أحد يلومه ويزعل يقول لي تودي اسمي. لا لا لا. في أحد يلوم. أبداً. لا. من الآن وصح. لا أحد يلوم. صل على النبي. أبو حصة. أبو حصة. أبو حصة. أبو حصة. أبو حصة. أبو حصة. سم سم. صل على النبي. أصبر يا أبو راشد. البارح. ما هو بالبارح الا اليوم القهوه والرجال ذا موجود راحت القهوه الصوره القهوه الصوره اللي صوروها خلي يخلصوا الموضوع هم بنسوي اللي صوروها الربع هناك وعرضوها كانت متى بين الاذان والاقامه صلاه العشاء انا ما هم معناته زين قهوتي قبل المغرب بعشر دقائق ولا ادنى المغرب شليت عزبتي حطيت انا اخباي ودخلت المسجد لا عزبه قهوه ما عليكم نحد ما عليكم نحد هذا كلام الصحيح كلام صليت العشاء طلعت وش سويت يا غازي؟ شليت عزبتي انت موجود شو؟ يا ابو حصه جيت والله انا الشغل كله محيوس العصر هذا العصر الكلام تسمع خلوني احكي يا ربع صلوا على النبي خلوني بس اوصل الفكره لابو حصه ولاخويا عقبه جيت والرجال ذا موجود مني معك فيصل شافي وجابر فيصل شافي وجابر واجي واخذ عزبتي واغسلها واحطها في كيستها شنطتها واسكر عليها واحطها هناك المخاد ما لا قد شفتني ماخذ مخده واطرد لي احد كذا نعم قعد نعم والب... لا لا البارح نعم البارح البارح كلهم يلعبون بالمخاد ما بعد انا ما قلت لحالك عبد الله العين والراس أبو انا ما اوجه لك انت كلام الحال ابو حصه انا كل اخويا لا توجعني انت غالي علي انا ما وجعتك بعد راسك لا تحملوني شيء انا ما فيني يا ربع انا اتكلم عن اخويا اللي حصل صوت تكلم عن اخويا انا بالعموم غالي اشرح علي انا ما خصصت ما خصص انا عبد الله كلكم غالين والله العظيم بس انتم غاليين بس اسمع عبد الله ابو محمد عطيني سعد انت جيتني قلت لي قولوا كذا وكذا وانا اخوي ابو سعد لا مطلق مطلق انتهت انتهت نبي نستعد خلنا نبي نسمع خلنا نبي نسمع انت لا لا شوف مقدر طال عمرك حزبتي والله انا عقب صلاه العشاء طلعت عواش عواش العصر خير لكن نقول بس لا احد يشل الربع ماء ويحذف النعمه وانتم كلكم خبي حذف النعمه هناك وخليها شل الماء يا اخو ولا خلاص حتى العلبه شل الله وجهك ابو سعد سم لا لا سم ابو راشد انت انت سوقوا سوقوا يا شباب سوقوا مرحبا نورت